التصوير الفلكي يقتضي تقنيات وعدة متطورة. أنا بالنسبة لي بدأت التصوير العادي، التصوير الضوئي طبعاً مثل معظم الناس، اقتنيت كاميرا وبدأت أصور بالكاميرا الفوتوغرافية الإلكترونية خاصة، وما قبل الإلكترونية. توجهي للجانب الفلكي بدأ حقيقة بالرصد الفلكي بالعين المجردة وبعدين بالأجهزة المختلفة. التصوير الفلكي شيء مختلف عن التصوير العادي لأنه يحتاج عدة، هذه العدة تقنية لحد فيها تكنولوجيا تتبع، فيها تقنية الكمبيوتر والوصلات التقنية عن طريق حكم عن بعد بهذه الأجهزة. طبعا هذه الفكرة جدا بسيطة، في محرك داخل هذا الجهاز أو نجم الشمال، بمعنى أنه من خلال الظهر الداخلي أوجهه إلى نجم الشمال بدرجة 23 في عمان خط العرض، ومن ثم أوجه التلسكوب لأي جرم سماء بهذا الشكل. طبعا هذه الإعدادات جدا عملية ويدوية، في أجهزة متطورة ولكن أنا أفضل هذا الجهاز لأنه خفيف وسريع الإعداد في موقع التصوير والتقنية. طبعا في بطارية داخلية تشحن، فما أضطر أشبكه أو أربطه بطاقة معينة، لكن إذا احتجت ممكن أعمل ذلك بكل سهولة. ما إن تركت الجهاز بهذا الشكل سيظل يتابع الجرم طوال الليل، وذلك لأنه الكرة الأرضية تدور والنجوم تظهر كأنها تدور، ولكن في الحقيقة دوران الأرض هو الذي يرينا تحرك هذه النجوم من الشرق إلى الغرب. أتوقع من الأشياء اللي شدتني لفضول الفلكي في الطفولة هي أفلام غريندايزر الكرتونية اللي أتوقع جيلي كلهم شافوها. كان في شيئين في المسلسلات الكرتونية، القمر والنجم يسمى فيجا. كنت دائما أتساءل ليش اختاروا القمر وليش اختاروا هذا النجم. ظل القمر واسم فيجا في من المسلسلات الكرتونية يراودني. لا يخلو تصوير الفلكي من رصد وتصوير القمر. طبعا القمر في مختلف أطواره شيء جميل، الجميع يحب تصوير القمر كبداية في التصوير الفلكي، ويعتبر من أهل الأهداف للتصوير الفلكي. للقمر حكايات كثيرة عبر العصور بالنسبة للأمم المختلفة، لكن من ناحية الجمالية القمر مليء بالتضاريس. أيضا طبعا في جانب مظلم لا نراه، لكن الشمس تنير الجانب في وقت معين احنا ما نشوفه من الأرض، ولكن الأجمل من ظهور الهلال في جزء من القمر مظلم ولكن تدريجيا يصبح يعكس نور الشمس بالأحرى. في فترة الأولى من الهلال ممكن النظر بعد المغرب إلى الجزء المظلم من ونظهر يظهر الجانب المظلم، لأنه الأرض تعكس نور الشمس أو ضوء الشمس على القمر، فكأنما الأرض هي مرآة مثل ما القمر هو مرآة. فإذا دققنا يعني دقائق بعد الغروب بنلاحظ أن القمر له شقين، شق الهلال المنير والشق المظلم نسبيا، ولكن أيضا تظهر تفاصيله. والأجمل من كل هذا أنه أطوار القمر تعطينا حكاية للقمر إلى ما يصبح البدر طبعا، والجميع ينتظر البدر لجماليته ولضيائه في السماء ما شاء الله. رصد السماء بشكل عام في أي مكان من العالم له خصوصيته، وأعتقد خصوصية الرصد في عمان بالنسبة إلي لأنه أنا كبرت تحت هذه النجوم، في قصص كثيرة في رحلاتنا مع والدي الله يرحمه ومع أخواني في سماء عمان، قضيناها في أماكن مختلفة في ربوع عمان، فكل ليلة ممكن بالنسبة إلي تروي قصص شخصية وأيضا ترجعني لماضي يتكلموا فيه كبار السن دائما.
عن رؤية مثلا مجرة درب التبانة، لأنه في لها قصص تحكي قصة الإنسان.